مرحبا بكم في التوتوريال دو لونغ فيد دوفينيسيون. راح نحتاجو في هذا التوتو الى ان فيكساتور ليس اي ان رولو انتي غوت اون راكليت اون اينوكس انديت دو فينيسيون فينيسيا نبداو نبريباريو لو فيكساتور ونخلطوه مع 20% تاع الماء Appliquez une couche de fixateur bleu rouleau anti-goutte. نخليوه ينشف لمدة 10 ساعات. نخلطو مليح لوندويت تاعنا قبل الاستعمال. Appliquez la première couche de l'enduit de la raclette. Et ici, nous allons la mettre avec des mouvements latéraux comme vous le voyez, c'est-à-dire de façon ufoquée. ثم نلسيو لوندوي تاعنا بدي موفمون فيرتيكو اي بطريقة عمودية كما راكم تشوفو خلوه ينشف لمدة 12 ساعة بلا غاكلات ندقرينيو لسيبور أي نحيو لزمبرفكسيون أو لغران اللي يقدروا يكونوا فيه بيدنا نفيريفييو إذا لسيبور راهو ليس appliquer la deuxième couche d'enduit. وراح نتبعوا نفس الطريقة أي بطريقة أفقية ثم نلسيو بالطريقة العمودية.
لايك في القناة وتابعونا على الريزو سوسيو.